تسويق الأمور. فلذلك سلام الله عليها وقفت، استدعتها الضرورة، الضرورة الدينية والضرورة أيضا العاطفية، لأن متى خطبت السيدة؟ خطبت عندما نظرت بنات الحسين إلى رأس الحسين في الطشت ويزيد يضرب رأس الحسين ويضرب ثنايا الحسين بمخصرته، العصا القصيرة اللي آخرها سن من حديد محدد مدبب، يضرب به ثنايا الحسين عليه السلام. لما رأت ذلك بنات الحسين جعلنا يتطلعن، يعني يقفن على أصابع أرجلهن حتى يروا رأس أبيهن، وإذا يشوفون ذاك اللعين يضرب ثنايا الحسين فبكتا وأعولتا، جاءتا إلى عمتهما زينب، قلنا يا عمتاه قولي ليزيد أن يرفع مخصرته عن ثنايا أبي الحسين. فبكت سيدتنا زينب بصوت حزين يحرق القلوب، ونادت وحسينا أنا راسك حين شفت يا تلعب عصي زيد على شفته، ذاك الوقت راسي لطمت يا وصديت للطاغي وندهت، شلت يمينك يل ضربت شتمني وتعدت لشتمت، يا بالله شتمني وتعدت لايا يا شتيمت، يا ويلي يا ويلي يا سلوة الهادي ومهجت، يا أخو المثلك ضيع أختي، لكن معذور يا الحزة ورقبت، يا بالله معذور يا الحزة يا ورقبت. نعم هذه مصيبة، ولكن مصائبها كثيرة عظيمة جسيمة. هذه المصيبة اختزلت كل مصيبة مرت عليها من فقد جدها المصطفى وأبيها المرتضى وأمها الزهراء وأخيها المجتبى. ولذلك لما كان يوم العاشر وقتل الحسين نادت اليوم مات أبي المصطفى، اليوم فقدت أمي الزهراء، اليوم فقد أبي علي المرتضى، اليوم فقد أخي المجتبى. وصرخت ومحمدا وحمزة وجعفرا وأبتا وفاطمة، لو أن حاضر يا حسين أمك وأبوك النفل والطيار، عما ياك ما كان راح ضياع دمك، اي ولا حرقت بني ميا يا اخي اما صاحت يا يما يا يما يا محسن ليا تعالي أشوف في كربلا اش سوت بحالي،
انا شفت اخوتي مذبح قبالي انا شفت اخوتي مذبح يا قبالي لانها تناديها انا يمك مو بعيدة ثلاثة ايام انا لازم بيدا يا من طاح الحسين على الصعيد انا ناب ادور صبع ايدا يا وناب ادور كف عضيدة يا إبا الله وناب ادور كايا يا اف عضيدة ولم تزل سيدتنا زينب باكية ناحبة حتى علتها الآلام فعندئذ أثارت الرأي العام في المدينة فأخرجوها من مدينة جدها إلى أن جاءت إلى قرب الشام في منطقة يقال لها راوية ومعها زوجها عبد الله بن جعفر ولكن قد نخرت فيها الآلام وآلام القلب أعظم من آلام الجسم وليس معها أحد من عشيرتها أما أولادها فقدمتهم شهداء قرابين مع خالهم الحسين وأما إخوتها فمجزرين كالأضاحي فلذلك كانت تندبهم وتقيم المأتم صباحا ومساء أنا لو بيد الأمر شايان بنت على قبرك بيت الأحزان إي والله بنت على قبرك بيت الأحزان ونحن يا حطوار والحان وانعاك يا العين ابن الأعيان ثم لم تزل كذلك سيدتنا زينب حتى دنت منها الوفاة نظر عبد الله بن جعفر فلم يجد أحدا من القبيلة ولا أحدا من العشيرة فضجت داره ببكائه يا ويل يا ويل زينب حين حضرتها المنية نادت يا غريب الغاضرية يا ويل يا ويل اشتدت الحالة على الوديعة تذكر كربلا وذيك الفجيعة أخوها حسين وبصدره رضيعة وابو فاضل على الشاطي رمية يا ويلي يا ويلي زينب حضرها وغالها البين لفاها أخوها ابو الفضل ويا الحسين لما انشافتهم هلت العين وقالتهم ولوني بني أمية إلا زينب على فراش السقام اتويني وتصي
زادت العلة عليها على ذيك المذابي وكل ما عليها زادت العلة والوجع تذكر مصاب الولي مكسار الأضلع وركوبها فوق الجمال حسرة بلقنا وبين النساء تنادي يا ويل تقوم وطي قال هاي بن جعفر يا اخي اي رتال يا اسي من اي مرض زاد الالم من اللي تشلوني قالت الم قلبي تذكر فجعه حسين هذا الذي منا ابد ما شوف تفريه اجركم الله ما زالت سيدتنا زينب تلهج بذكر الله حتى عرق جبينها وسكن انينها واطبقت فاها واغمضت عينيها اجركم الله ثم فاضت روحها الطاهرة الشريفة رحم الله من نادى وزينب رحم الله من صرخ وحسين يا ويلي إلا لزم اضلعها وصاحتي زهرة النجيبة يا أبوي زينب قضيت والله غريبة ما أدري درى لو ما درى محمد أخوها زينب جنازة للمقابر شيعوا بالعجل يا ابو يا حشم الكرار ابو بالعجل يا ابو يا الكفن والسدر جيبه إلا شال الجنازة وتقدم القمر عبا وحسين قدام الجنازة وحسين من خلف النعاش جثة بلا أرى يا أعيد عليك أعيد عليك وحسين من خلف النعاش جثة بلا أرى والمصطفى والمرتضى ينادون لا بأس والمصطفى والمرتضى ينادون لا بأس وام الحسن وحسين عبرتها سكيبة وام عبد الله بن جعفر ينادي ينادي حسين وين وين ابو الفضل ما جا لاخته لاخته الحزينه لو ينكشف للغطا وينظر وينظر بعينه يشوف الأحبة كلها مجتمعة عند الحبيبة هذه زينب ومن قبل كانت
بفنا ساحتها تحطل. وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك.